السلام عليكم، شكرا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم كما شفتوا راح يكون على سعر هاتف اوبو اف دي 7 برو. التليفون هذا اللي جاب لي ربي هو ال 93، كيف كيف ما كاش فرق كبير بيناتهم، فرق ممكن حاجه صغيره تقريبا، نفس المواصفات نفس البروسيسور نفس كلش، حتى الشكل نفس الشكل، ما فهمتش علاه داروا زوج انا هكذايا. بصح المهم جبتكم سعر تليفون الاوبو هذا اف دي 7 برو، هو ال 93 تقريبا كيف كيف، انا كي شفت حساب كي 93 ومع لقيت في 7 برو. الواقع الفرق الواحد برك الحجم، ولا كاين فرق خفيف برك بيناتهم، البروسيسور كيف كيف كلش كيف كيف، العلبه كيف كيف، شكل كيف كيف، كلش كلش كيف كيف. تليفونات برك كاين فرق خفيف اللي هو نورمالمون في الحجم تاع التليفون. نبداو بسعر التليفون هذا، قبل نشوفو قبل نهضرو على السعر، ما تنساوش تشتركوا في قناه الشركي، نديروا جا فيديو بارطاجو مع صحابكم، مع صحابكم اذا حبيتو، انستغرام تاعي تقفلو، صحاب ديالي ابوني، وين نبداو باش الوقت نبداو. بصح النسخه اللي دور ثاني يختلفوا في الرام، هذا الاختلاف الاساسي كاع، هذا يجي بنسخه 8 رام والاخر يجي ب6، ما فيش نسخه 8 نورمالمون، ولا فيه باش نتاكد ونجيكم. حتى ال 93 يجيب ب 8 رام سما، حتى الرام كيف كيف، بصح فيه نسخه 6 رام على بيها، قلت لكم انا قلت بالك نسخه بر نسيتها برك هكا. السعر تاع التليفون هذا راه يدير ب 6 ملايين تقريبا، تقدروا تلقاوه اكثر تقدروا تلقاوه اقل، هذا هو السعر تاعو شحال راه يدير. وبالنسبه ليا شغل تشري ال 93 خير تقريبا، نفس التليفون ال 93 راه بسعر اقل، ودرت والسعر تاعو راه بدا ينخفض هاد الايام، واذا شفتو انخفض مليح ندير لكم فيديو على الانخفاض السعر تاعو، تلقى فيديو من الفوق ثاني يحب يعاود يشوفو. هذاك هاد فيديو اليوم، فيديو خفيف برك على سعر التليفون هذا، مش عارف واش بكون فيديو اليوم فتكم بيك، ما قلت لكم شاركوا في قناه مشتركين، ديروا جا فيديو بارطاجو مع صحابكم اللي حبيتو، انستغرام تاعي تقفلوا، صحاب ديالي ابوني، وتلقاو فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.